تقول السائلة: عند نزولنا من عرفات إلى المزدلفة سألنا سائق الأوتوبيس الذي كنا نركبه عن وصولنا المزدلفة، فقال لنا: نعم نحن في المزدلفة، وبناء على كلامه نزلنا ووجدنا الناس قد ناموا، فصلينا ونمنا بها وصلينا الفجر وغادرنا المكان إلى منى بعد الصلاة، ولكن أثناء السير في الصباح حدث لي شك بأننا لم نبت في المزدلفة، فهل علينا شيء في ذلك؟ ليس عليكم شيء في ذلك لوجود القرائن التي تدل على أنكم بتم في مزدلفة، فأنتم وجدتم الناس نازلين ونزلتم معهم ولم يتبين لكم خلاف ذلك. أما لو تبين أنكم نزلتم قبل الوصول إلى مزدلفة فإنكم في حكم التاركين للمبيت، لأن الواجب على الإنسان أن يحتاط وألا ينزل إلا في مكان يتيقن أو يغلب على ظنه أنه من مزدلفة. بارك الله فيكم.